شو بسألنا هو أسلم والله حصل جماعي سيدي يا صفر إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أجرني الله وإياكم منها ومن حرها وقعرها وظلماتها ومن كل ما يؤدي إليها آمين آمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الفقر وفي الغنى ولك الحمد في المرض وفي الصحة اللهم لك الحمد في كل حال وحين ولك الحمد في كل وقت وحين ولك الحمد رب السماوات والأرضين إله الأولين والآخرين ناصر المظلومين والمستضعفين اللهم لك الحمد تعطي لمن تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء لك الحمد والفضل والمنة والكرم والجود والثناء إله ورب الأرض والسماء اللهم لك الحمد أنت ربنا وإلهنا وسيدنا وخالقنا ومولانا وناصرنا لا إله إلا أنت كل يهلك إلا أنت كل يفنى ويبلى ويضمحل ويأكله الدود تحت التراب والترى إلا أنت لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا إله غيرك اللهم لك الحمد حمد الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين ولك الحمد في الأولين ولك الحمد في الآخرين ولك الحمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم لك الحمد كل يهلك إلا أنت كل يفنى ويبلى ويضمحل ويأكله الدود تحت التراب والترى إلا أنت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي واتوني مسلمين ألا تعلوا علي واتوني مسلمين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم
يقتلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أجيبوا داعي الله ومن لا داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له أولياء أولئك في ضلال مبين ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين
مسلمين ودوني مسلمين ودوني مسلمين ودوني مسلمين إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام عند الله الإسلام إن الدين 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 عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام 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 الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين بالله من الشيطان الرجيم
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام والتوبة تجب ما مضى والتوبة تمسح ما مضى ويغفر الله بها كل ما مضى. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا بالعبادة كلفنا ووصانا وأمرنا عن الظلم نهانا. الحمد لله رب العالمين الذي حرم الظلم على عباده. الحمد لله رب العالمين الذي وعظنا وذكرنا وخاطبنا وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة يخاطبنا ويذكرنا ويعظنا ويقول في كتابه العزيز إن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. والظلم ظلمات يوم القيامة. الله تبارك وتعالى لا يحب الظلم لا يحب الظلم الله لا يحب الظلم. الله جل وعلا لا يرضى الظلم ولا يحب الظلم أحرمه حتى على نفسه. الظاهر والله أعلى وأعلم أنك أسلمت أنك آمنت أنك تبت ورجعت وعدت والله أعلى وأعلم، ولكن حتى تثبت لنا إسلامك وإيمانك وتوحيدك لله جل وعلا أعلنها. فالإسلام اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وسبابتك لله جل وعلا. قل بلسانك باعتقاد قلبي ينبع من القلب. أشهد صوت مرتفع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقسم بالله العظيم أن أكف عن كل أذية وظلم وأن أرد المظالم إلى أهلها وأن أبطل عمل السحر وأن أخرج من هذا الجسد وأن أخرج من هذا الجسد طاعة لله وحده ولن أؤذيه
ولن أعود إلى أذيتها ولا أذية المسلمين ما حييت أبدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تخرج طاعة لله مذعنا عائدا راجعا باكيا نادما، تكف عن كل أذية وظلم، تكف عن كل أذية وظلم، وكفانا ظلما. ولكن قبل هذا عندي أسئلة أسألك وتجيبني. طاعة لله مشي لي أنا، لعل الله يغفر لك. أنت لوحدك، أنت لوحدك في المسألة، جاوبني، هل أنت لوحدك في هذا الجسد؟ أنت لوحدك في هذا الجسد؟ لا. طيب شكون معك؟ من معك؟ من؟ شكون اللي معك في هذا الجسد؟ شكون معك؟ شكون معك؟ شكون؟ شكون اللي معك في هذا الجسد؟ شكون اللي معك في هذا الجسد في هذا البدن؟ من؟ شيطان. 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 زيد كاين غير انت والشيطان. طيب وش هو الاعتقاد ديالك انت؟ ماذا تعتقد قبل ان تسلم لله عز وجل؟ كنت شيطان؟ كنت يهودي؟ طيب ونضق لسانا يا رب. انت كنت يهودي؟ يهودي. والآن مسلم. والآن مسلم، مؤمن موحد. لا تعتقد بأن لا إله إلا الله وأنه واحد أحد وأنه فرد صمد وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا؟ اعتقاد تام، توحيد تام. طيب من الأكبر، أنت أو الشيطان؟ ما الشيطان هو الأقوى. طيب أنت لوحدك، أنت والشيطان فقط. نعم. طيب ما كان دورك في الجسد؟ سحر. خادم سحر. نعم. والشيطان؟ تحصينه. يحصينه. ودابا أنت خادم ديال الشيطان ولا ديال الساحر؟ خادم الشيطان والساحر، يعني أنت عبد عند الشيطان وعبد عند الساحر. طيب من هو العاشق، أنت أو الشيطان؟ من الزاني؟ ما الذي يزني؟ الشيطان. 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 طيب بأي سحر توكلت أنت؟ أين هو السحر اللي أنت كنت موكل به؟ فيك خير، الله دي عوضك خير من هالشي هذا، الله دي نخلك من الظلام إلى النور، الله يحب لك الخير. اسمعني 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 واسمعني هاك هاك شد واسمعني اسمعني. ما السحر اللي كنت تخدمه؟ سحر مأكول، مشروب، معقود، منفوذ، مرشوش، مدفون؟ مأكول في البطن. مشروب. مأكول ومشروب. مرشوش. وهذا السحر، هذا المأكول والمشروب بطل؟ تم تجديده. بطل وتجدد. طيب أنت الآن بإذن الله عز وجل ستخرج. نعم. طاعة لله. نعم. تعطينا معلومات على الشيطان. ما الدور ديال الشيطان في البدن؟ أين يستقر الشيطان؟ مكان الشيطان؟ ماذا يفعل الشيطان؟ تعطيلات الشيطان؟ ما دور الشيطان؟ معلومة كافية على هذا الشيطان؟ جاوبني. جاوبني. جاوبني جاوبني. تعطي العبادة. تعطي التام في العبادات كاملة. زيد. تعطي الزواج. زيد. يأس.
اليأس من ماذا؟ لا عايزت. كيفاش؟ الحياة. زيد. شوية الجمال. زيد. دمار. كيفاش دمار؟ كيفاش دمار؟ كيف زعما دمار؟ فهم مش شرح لي كل شيء. شرح العكوسات. فاش هاد العكوسات في كل شيء. صافي راك قلت لنا تبطل الزواج تبطل العبادات. صافي هاد الشيطانين يستقر المكان ديالو بين الاكتاف. طيار زيد. كيكذب عليك. كيفاش كيكذب عليك؟ اشرح اشرح كيف زعما كيكذب. هو غير خواف. كيف يعني هو غير خواف؟ اسلم. كيفاش يعني غير خواف واسلم؟ اسلم. شكون كيتكلم دابا؟ الشيطان. هو ما كذبش. انت شيطان تتكلم. فهمت. انا شيطان. انت ماذا؟ شيطان. انت شيطان. ما هو اللي ما خلانيش نخرج؟ من هو اللي ما خلاكش تخرج؟ الشيطان. وهو دابا الشيطان هو اللي تكلم الان. هو اللي تكلم الان. قالك انت خواف وانت انت جبان وانت كتكذب. هو اللي كيمنعني دابا. حنا كغدينا نتاكدوا بلي شكون الله يكذب فيكم انت ولا هو. واخا انت غتبين لنا الصدق ديالك بشيء واحد فقط، وتخرج طاعة لله، توكل على الله وتخلينا معايا. واضح؟ يلا نتوكلوا على الله، تخرج طاعة لله. ليس الشيطان من رفع السبابة بل خادم الشيطان. انت اصغر من الشيطان. اسمعني دابا، ما هو الدور؟ هو الخروج. دابا عندك واحد الحاجه خصك تقوم بها، الا وهي تخرج طاعه لله. هذه المهمه اللي انت مكلف بها، الخروج طاعه لله. وهذا الدليل اللي غتبرهن لي به الصدق والامانه ديالك والاخلاص ديالك، غتبين لي به انك صادق وان تخرج طاعه لله عز وجل. واضح؟ صافي. بصح ما بغيتكش تقول لي كيمنعني، لأن هذه تراهات ولو يصد بها الجن عن الخروج ويدفع بها عن الخروج ويجعلها سد مانع عن الخروج. أنا نساعدك طاعة لله. صافي؟ يلا اسمع بقلبك بالصح، اسمع بقلبك. الله سيرفع قدرك، الله سيولي شأنك. اسمع اسمع بقلبك، ستزيدك قوة على قوة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الظلمات إلى النور. يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله القلوب. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
نصر الله من عباد الله العزيز الحكيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ألم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصبهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا من كفر بالله من
قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله، فعليه غضب من الله، فعليه غضب من الله، فعليه غضب من الله، ولهم عذاب عظيم. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، وما هي إلا ذكرى للبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا
الذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين 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 هم محسنون الله ولي الذين آمنوا من كان الله معه فمن عليه ومن كان الله عليه فمن معه لا إله إلا الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات لا إله إلا الله ولا عظيم إلا الله ولا كبير إلا الله ولا يعطي ولا يمنع إلا الله ولا ينزع إلا الله والقوة كلها لله والعظمة كلها لله والمجد والسلطة والبقاء والكبرياء والثناء لله جل وعلا ومن أطاع الله فاز ربح بيع الدنيا والآخرة وفاز ومن عصاه ضل وزل وضوى وفي الظلمات هوى الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الطاهر النقي التقي الأمين على آله وأصحابه ما دامت السماوات والأرضين الحمد لله رب العالمين الذي يراكم ويرى بيوتكم ومستقراتكم ومستودعاتكم وأماكنكم أينما حللتم في الأبدان وارتحلتم أينما صلتم وجلتم وتنقلتم للمؤمن قوة وللكافر ضعف ومذلة للموحد نصرة من الله جل وعلا وللكافر ذل ومهانة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله ولي الذين آمنوا والذين كفروا لا ولي لهم والذين كفروا لا معين لهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعلي قدر المسلمين المؤمنين الموحدين اللهم ارفع راية الحق والدين وأذل المشركين اللهم دمر كل شيطان مارد طريد لعين اللهم اجعل في أيديه أغلالا واجعل اللهم اكبر في أرجله أغلالا واجعل في أعناقه أغلالا اللهم كبلهم بالقرآن واربطهم بالقرآن اللهم قيدهم بالقرآن اللهم عليك بهم بالقيود بالقرآن اللهم ولا تجعل لهم على المسلمين وليا ولا سلطانا اللهم ولا تجعل لهم على الموحدين وليا ولا سلطانا اللهم لا تجعل لهم على المسلمين المؤمنين الموحدين وليا ولا سلطانا اللهم ولا تجعل لهم على المسلمين المؤمنين الموحدين وليا ولا سلطانا اللهم ولا تجعل لهم على المسلمين المؤمنين الموحدين وليا ولا نصيرا ولا معينا ولا ظهيرا ولا سلطانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا عظيم إلا الله ولا كبير إلا الله ولا قوي إلا الله ولا جبار إلا الله
الله سيكون معك بحسن الظن بالله وفق الله عز وجل. مسلم مؤمن موحد لا تخشى إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا تهاب إلا الله. قل لا إله إلا الله أن تخرج طاعة لله وتبقى الحرب على الشيطان. والله يوفقنا لكل خير. والله يعلي راية الحق والدين ولو بعد حين. تخرج طاعة لله تخرج معك كل ضر وضرر كل شيء تسببت به كل ضر حدثته من أي عضو تخرج اليد اليمنى من أي عضو تخرج اسمعها بلسانك من أي عضو من أجل رأسيك لسليها مكان بيهلك. توكل على الله استعن بالله واعتصم بالله كن مع الله يكون الله معك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل الذين
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات يخرجهم من الظلمات من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اللهم يا رب واجعل لهم مسارا ومخرجا ومنفذا اللهم واجعل لهم مسارا ومنفذا ومخرجا اللهم واجعل لهم مسارا ومخرجا ومنفذا 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 اجعل لهم يا رب مسارا ومخرجا ومنفذا اللهم واجعل لهم مسارا ومخرجا ومنفذا اللهم واجعل لهم مسارا ومخرجا ومنفذا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن 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 الله مع الذين اتقوا وهم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 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 محسنون والذين هم محسنون يخرج من بين الصلب والتراب 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 يخرج من بين الصلب
الصلب والتراب نخرج من بين الصلب والتراب نخرج من بين الصلب والتراب يخرج 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 من بين الصلب والتراي 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 يخرج بسم الله 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 اجعل له مخرجا ومسلكا ومنفذا ومخرجا اجعل له مهربا ومسلكا ومخرجا اجعل له مسلكا ومخرجا اجعل له منفذا ومسلكا ومخرجا اللهم اجعل له منفذا ومسلكا ومخرجا اللهم اجعل له منفذا ومسلكا ومخرجا اللهم اجعل له مسلكا ومنفذا 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 ومخرجا دقيقتين ثلاث دقائق محيج السحر هذا النوم جدا لك صافي يلا بي نزلك الصلاة بها وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك
فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين وهارون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر اللهم أبطل سحر منتقم وحاسد وحاقد اللهم أبطل سحر الأقارب اللهم أبطل سحر الحاسدات من النساء اللهم أبطل سحر الحاقدات من النساء اللهم أبطل سحر الدفس في طعام رش في طعام أو دفن في طعام أو وضع في طعام إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وسحروا أعين الناس واستوقبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم
ولما جاء السحرة فرعون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون قلت لك كاين سحر في البطن هو اللي مانعنياك قلت لك كاين جني يمنعني عاوناك باش هاد الجني ما يمنعكش نعم ام لا نعم ام لا واش هادشي كاين ولا غير ندفش نعم ام لا قلت لي عندي سحر في البطن هو اللي مانعني عاوناك باش تخرج السحر نعم ام لا ودابا ما هو الختام بغينا ختام اسمه الختام نوع ديال الختام جاوبني مين كان تسمع انت مسلم ترفعت السبابة ديالك واسلمت واقسمت وامنت ما هو المانع دابا قنعني بانه كاين شي مانع شحال كتمنعني وتكلم الحمد لله انني درت معك الصواب والادب دابا غادي نقصح معك نزلها اللط جبت في الارض نعاود نوجه لك السؤال مرة أخرى قلت لي الشيطان يمنعك من الخروج عاوناك باش الشيطان ما يمنعكش من الخروج قلت لي عندي سحر في البطن هو اللي كيمنع من الخروج عاوناك باش تخرج السحر اللي في البطن باش ما يخرج باش تخرج طاعة لله شي حاجة وقع مع هاد الشيء هذا شي حاجة وانت جاوبني غادي نضنط عليك عمرك تخرج تكلم كيفاش؟ من ساحر اللي خرج؟ من ساحر اللي خرج؟ هو ساحر يعني الجني المسلم خرج قلت لي هو دابا قال اللي بغيتني نخرج خصني نتقير عندي سحر كيمنعني هذا الكلام قلته انت ولا الشيطان انت الطيار ولا هو؟ الطيار انت اللي كنت تكلم يعني هو خرج قبيله انا غادي نتيقك باللي هو خرج غادي ندير انا نتيقك ما شتو رجليها كيف الكلو صافي غادي ندير انا نامن بان الناس
بيه خرج. هي حست بيه ولا خرج؟ جاوبني. لا لا يمكن ما تجي. دليلي أمني أنك خرجت حقا. جاوبني. أنت جاوبني. خرج خرج. خرج. إذا بقيت نتا راسك. إذا بترك بعدها تخرج. نوط بي نوط بي اللي بدك بعدها تخرج. تسمعين أختي؟ أجي قلسي هنا أحسي بشي حاجة خرجت من رجلي قبيلة، وخا داك المسلم اللي كان يهز السبابة ديالو فين كنتي كتحسي بالتواجد ديالو؟ ما كنحسش بيه. كتحسيش بيه انتي كاع في حياتك؟ كنت كنحس بشي حاجة هنا عندي. ودابا راك عاد حاسة بها عندك تما؟ دابا لا. وخا سؤال، ملي كنتي كتضربي برجليك ملي كنتي جالسه في الاول قبل ما عطاك الصلاه باش تقياي، سؤال، تقالت واحد الجمله تقال فيها السحر اللي في البط كاين يعني باش نخرج، داك الكلام اللي قالوا حسيتي به قالوا الجن اللي اسلم ولا الشيطان اللي اسلم؟ اللي اسلم هو اللي قالوا، هو اللي قال اعطاني الصلاه نخرج داك الشيء اللي في كرشي. وخا ملي خرج ملي بديتي كتحسي بشي حاجه كتدفعها من فمك، حسي براسك شي حاجه خرجت من فمك بحال اللي تكرهت بجهه شي حاجه. وهاد الحاجة منين طلعت؟ طلعت من البطن؟ طلعت من كرش؟ كتطلعت تواش؟ كل مرة كتطلع شوية زيدي تتقرحت بالجهة ترميتيها؟ خرجتيها بحال الهواء؟ بحال كرة هواء؟ ما عرفتش سيري قلت ليها بقي كتف كذا الركب ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسرون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ذقوا من عذاب السعير يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أجيبوا داعي الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
دليل على أنك لا زلت في البدن، وأن المسلم ما خرج طاعة لله، وأن المسلم كذاب، وأنه لربما حتى الإسلام لم يكن مكر كذب. جاوبني وجاوبني، السبابة مرفوعة، جاوبني قنعني، تكلم تكلم. أنت قلت أنك غادي تخرج، علاش ما خرجت؟ وعلاش تنطق انت وقلت لي اعطيني صلة نطقية ودرت فيها باللي انت هو الشيطان الطيار وانت يعني وش هذا الكذب هذا، وش هذا المكر، وش هذا الخديعة؟ اجي قلت هنايا وجاوبني، ولا والله حتى النط متكرفص عليك، والله حتى نسمع غواتك على من ما قديتش. علاش ما قديتش تخرج؟ علاش في الاول تقول لي راني باغي نخرج من اللي ما قديتش؟ علاش ما قديتش؟ السبب ما هو السبب؟ أسحار. فين راه هاد الأسحار؟ في الباب. فين؟ في الباب. الباب تاع دارهم اللي راها فيه هي دابا، وعطيناها أشياء تحيد بهم داكشي ولا لا؟ حيدت داكشي، حاولت تحيده ولا لا؟ ودابا داكشي اللي مرشوش في الدار مانعك انت من الخروج؟ كاين كثر من مرشوش. واش كاين؟ كيفاش؟ الحائط مدسوس. كيف زعما في الحائط مدسوس؟ واخا انت عارف هذا الشيء، هذا انت عارف المكان ديال هذا الشيء اللي في الحائط. جاوبني جاوبني، راك ركبت فيا السكر، انا بدي بك بديت وغادي تطلع لي القذى، راه غادي نضربك. جاوبني، انت عارف البلاصه تاع هذا الشيء فين كاين؟ وريتولها وحيداته ولا ما حيداتش شيء؟ علاش مدفون في الحائط؟ كيف الزعمة مسيم محرش ملت كي داير هذا؟ هو عبارة عن ماذا هذا الشيء؟ هذا كتابة. فكاش داروا هذا الشيء هذا؟ وفكاش داروا؟ وشكون دار؟ 15 عام. كيفاش؟ 15 عام. 15 سنة. واخ إلا عطيت لها أنا أشياء طشهم في العتبة وريتها كي دير جبد داك الشيء اللي في الحائط، واضح؟ وعطينها أشياء تدير بهم استفراغ وترجع الأسبوع القادم ونديروا لها الرقية على أساس أننا نعطيك أشياء تديرهم وما خرجتش، ملي غادي ترجع غادي نولي مطالب باش إلا ما خرجتش أنت، إلا ما خرجتش شخصنا ندير أنا؟ أنت تعرف شنو ندير؟ لا أنت نسمعوا منك، نقسم لك بالله حتى نهرسك، ماشي غير نعذبك، نطحطحك. كيف الصافي وعد؟ غادي نحيد داك الشيء. واش دابا انت متاكد بلي هادشي ولا راه مانعك؟ انا بعدا ماش متاكد ونعطيك فرصه لان اول لقاء. حاولت بزاف. كيفاش حاولت بزاف؟ باش نخرج ما قديتش. وعلاش تكذب اللي حاولت بزاف باش تخرج وما قديتش؟ علاش كذبت؟ ماشي انا اللي كذبت. وشكون اللي كذب؟ أنا بلغتك فرصة وما غاديش تكررها مرة أخرى، غادي نعطيك بروغرام تبع باش حيد هاد الأسحار المرشوشة والمأكولة والمشروبة والمدفونة ولا ما عرف كيف، فسمعتني؟ شتراه والله وبالله وتالله، تذكر هاد الكلام اللي كنقوله لك، تذكر هاد الكلام اللي غادي نقوله لك. شت المرة الجاية كي غادي تجيني لو كان تقول لي باقي شوية تبتني بيها، ولا تقول لي ما قديتش نخرج، ولا تقطراو وتكذب، راه ماتش نرقي، غادي نطلع ونضرب، نطلع ونضرب، نطلع ونضرب حتى الطيب بالعصا. وصلتك الرسالة، وصلتك الرسالة، وأكبر دليل غتثبت لي أنك أسلمت ما هو؟ لا قبل من الخروج هاد الفترة هادي ممنوع تأذى، العبادات ديالها تأديهم كما هي ينبغي. وصلت كريس؟ كيفاش دير العبادة كما هي ينبغي؟ واخا وانت قلت لي هنايا تعطيل في العبادات، الشيطان متسبب بهم، وانت مسلم والمؤمن راه أقوى من الكافر، أو لا حنا نكذبوا؟
خاصها كي تجي عندي الاسبوع القادم تجيب لي معها في يدها سحر مجابده ومحاط. شكون ما تجيبش سحر؟ شكون ما تجيب سحر مكتوب؟ غادي تولد ولي تحضر لي سحر ماشي سوق. غادي نقتلك عصا واخا ما كانش تردو كاين، واخا ما يكون شكون يكذب تردو كاين. تبقى تاكل العصا على الخاوي، فهمتني؟ تبقى تاكل العصا على الهضره ديالك. يعني شكي غادي تجي وغادي نسالها سحر مرشوش ما بقاش، سحر ماكول ما بقاش، وتجيب معها سحر في يدها مكتوب كما قلت ومرحاض. وانا اعدك ان المره الجايه تكون مره، غتكون قاسحه، غتكون صعيبه، غتكون صلبه. جلس ليها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا مجيب دعوة المضطرين يا منجي الهالكين يا سامع الصرخات يا مجيب الدعوات يا رفيع الدرجات يا إله ورب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا مجيب دعوة المضطرين يا منجي الهالكين. اللهم إنا نسألك وأنت المسؤول لا خاب من رجاك ولا رد من دعاك، يا مجيب المضطر إذا دعاه، يا إلهنا ويا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا خالقنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل. اللهم إنا نسألك بأحب الأسماء إليك ولديك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، يا إلهنا ويا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا مولانا ويا ناصرنا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستطعت به في علم الغيب عندك، يا حي يا قيوم. اللهم يا رب السماء والأرض ومن فيها ومن بها ومن عليها. اللهم يا رب أهلك الظالمين، اللهم يا رب أحرق الظالمين، اللهم يا رب عذب الظالمين، اللهم يا رب دمر الظالمين، اللهم يا رب لا تقم للظالمين قائمة، ويا رب لا تعلي للظالمين رايح، ويا رب لا تبلغ الظالمين مقصدا ولا غاية. اللهم يا رب واجعل دائرة السوء عليهم، اللهم يا رب شتت شملهم، اللهم يا رب فرق جمعهم، اللهم يا رب واجعل الدمار والشتات بينهم. اللهم عليك بهم يا رب السماء والأرض، اللهم إن تركتهم في الأرض يفسدوها، اللهم إن تركتهم في الأرض يمرضوها. اللهم اجعل الطمة عليهم، الغضب عليهم، العقاب عليهم، والعذاب عليهم. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستثرت به في علم الغيب عندك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل. اللهم يا رب السماء والأرض ومن فيها ومن بها ومن عليها. اللهم دمر الظالمين وأهلك الظالمين، اللهم حقن الظالمين، اللهم دمر الظالمين وأهلك الظالمين وعذب الظالمين. اللهم لا تقل للظالمين قائمة ولا تعلي للظالمين رايح ولا تبلغ الظالمين مقصدا ولا غاية. اجعل اللهم يا رب دوائر السوء عليهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل اللهم يا رب الدمار بينهم، اللهم جل اسحارهم وافضح اسحارهم واطل اسحارهم وجل اسرارهم. اللهم عليك باقواهم بابغاهم بابطشهم باعلمهم باكبرهم، اللهم عليك بهم جميعا، اللهم عليك بيهودهم ونصارهم، اللهم عليك بكل شيطان مريض، اللهم عليك بكل شيطان طريد اللعين، اللهم عليك بكل شيطان جبار اللعين، اللهم عليك بكل شيطان مارد اللعين، اللهم عليك بكل شيطان ظالم اللعين، اللهم عليك بكل شيطان متجبر اللعين، اللهم عليك بكل شيطان متمرد اللعين، اللهم عليك بكل شيطان ظالم اللعين، اللهم عليك بكل شيطان آذاها لعين، اللهم عليك بكل طيار مارد شيطان اللعين. اللهم اجعل من فوقه نارا ومن تحته نارا وعن يمينه نارا وعن شماله نارا. اجعله يا رب بحق كتابك إذا قام يتألم وإذا قعد يتألم وإذا اضطجع يتألم. اللهم صب عليه الألم واسقه العذاب والنار والألم، واجعل من فوقه نارا وعذابا وألم. اللهم اجعل من فوقه حرا وسعيرا ومن تحته حرا وسعيرا وعن يمينه حرا وسعيرا ألما وسعيرا. اللهم اغن فيهم عجائب قدرتك، اللهم اسقهم نارا وامطر عليهم نارا وزدهم نارا وضعف لهم نارا. اجعلهم بحق كتابك العظيم إذا قاموا يتألمون وإذا قعدوا يتألمون وإذا اضطجعوا يتألمون ألما ألما يا رب السماء والأرض ألما ألما. اللهم اجعل من فوقهم نارا ومن تحتهم نارا وعن يمينهم نارا وعن شمالهم نارا، نارا لا بردا ولا سلاما. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. اللهم بدلهم جلودا غيرها وأذقهم العذاب، واجعل من فوقهم نارا وعذاب ومن تحتهم نارا وعذاب. اللهم أنت
تعلم سرهم ونجواهم. اللهم يا من لا يخفى عليك شيء من حاله، يا من تعلم سرهم وسريرتهم، يا من تراهم وترى اماكنهم وبيوتهم ودورهم وعقورهم وجحورهم. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم فجر حصونهم، اللهم فجر اوكارهم، اللهم فجر عقورهم، اللهم زلزل الارض من تحتهم، اللهم زلزل الارض من تحتهم، اللهم زلزل الارض من تحتهم، اللهم زلزل الارض من تحتهم. اللهم البسهم شيعا وادق اللهم يا رب بعضهم باس بعض، اللهم البسهم شيعا وادقهم بعض باس، اللهم ادق بعضهم باس بعض. اللهم البسهم نارا واسقهم نارا وزدهم نارا وضاعف لهم نارا وصب عليهم مطر السوء وازقهم نالما ونارا. اللهم عليك بهم جميعا، اللهم صلب عليهم ملائكة غلاظا شداد من فوق السبع الشداد، لا يعصونك يا رب ما امرتهم ويفعلون فيهم ما يؤمرون، يضربون وجوههم وادبارهم، يضربون وجوههم وادبارهم. اللهم صلب عليهم ملائكة غلاظا شداد، لا يعصونك يا ربي ويا سيدي ما امرتهم ويفعلون فيهم ما يؤمرون، يضربون وجوههم وادبارهم. اللهم صلب عليهم ملائكة غلاظا شداد، لا يعصونك يا ربي ويا الهي ويا سيدي ما امرتهم ويفعلون فيهم ما يؤمرون، يضربون وجوههم وادبارهم. اللهم اصلهم نارا واسقهم نارا واطعمهم نارا والبسهم نارا، لا اله الا انت. اللهم عجل بهلاكهم، اللهم عجل بموتهم، اللهم عجل بدمارهم، اللهم عجل بخزيهم، اللهم عجل بعذابهم، اللهم عجل بحرقهم. اللهم افضح اسرارهم، اللهم افضح اسرارهم، اللهم افضح اسرارهم وابطل اللهم يا ربي اسحارهم، اللهم افضح اسرارهم وابطل اللهم يا ربي اسرارهم، اللهم افضح اسرارهم، اللهم افضح اسرارهم وابطل اسحارهم وجل حقائقهم. اللهم دمر اقواهم، اللهم دمر ابغاهم، اللهم دمر ابطشهم، اللهم دمر اعلاهم، اللهم دمر سحرتهم، اللهم دمر سحرتهم، اللهم دمر سحرتهم، اللهم دمر سحرتهم، اللهم دمرهم خداما واعوانا، اللهم اهلكهم جنودا واتباعا، اللهم اهلكهم خداما واعوانا واهلكهم جنودا واتباعا. اجعل يا رب عاليهم سافلهم، اللهم امطر عليهم مطر السوء واسقهم العذاب والنار والذل والذلة والسوء، اللهم احرق وجوههم واحرق ابدانهم واحرق اجسادهم. اللهم اجعل من فوقهم حرا وسعيرا ومن تحتهم حرا وسعيرا. اللهم عجل بموتهم وعجل بهلاكهم. اللهم يا رب السماء والارض ومن فيها ومن بها ومن عليها، اللهم عليك بهم وبمن ارسلهم، عليك بهم وبمن قيدهم، عليك بهم وبمن كبلهم، وعلى الابدان ارسلهم وسلطهم. لا اله الا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا نعم المولى ونعم النصير. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الطول والانعام، يا دائما الفضل، يا مجيب دعوه المضطرين، يا منجي الهالكين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين محمد اجمعين الى الحق والسداد والرشد واليقين، وتب اللهم يا ربي علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر اللهم يا ربي لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا. لا اله الا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا نعم المولى ونعم النصير. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا ربي صل على محمد في الاولين، وصل اللهم يا رب على محمد في الآخرين، وصل اللهم يا رب على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد عدد القطر والمطر، وصل اللهم يا رب على محمد عدد الشجر والحجر. اللهم صل على محمد عدد مطارة الطيور في السماء، وصل على محمد عدد ما تنقلت الطيور بين الأغصان. اللهم صل على محمد عدد ما غاصت الحيتان في البحار، اللهم صل على محمد عدد ما غاصت الحيتان في الأودية والأنهار. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل اللهم يا رب على محمد في الآخرين، وصل اللهم يا رب على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة تامة كاملة أبدا ما دامت السماوات والأرضين. اللهم صل على محمد صلاة بها تشفينا، وصل اللهم يا رب على محمد صلاة بها تحمينا، وصل اللهم يا رب على محمد صلاة بها من كل الآفات تنجينا. اللهم صل على محمد صلاة ترفع بها الضر والداء والسقم والمرض عن أجسادنا وعن أبداننا. اللهم صل على محمد صلاة تشفي بها مرضانا ومرضى المسلمين، وتهدي أمة محمد أجمعين بها إلى الحق والسداد والرشد واليقين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، واهد أمة محمد أجمعين. اللهم صل على محمد صلاة ترفع بها الضر عن المضرورين. اللهم صل على محمد صلاة تذل بها عدوانا، اللهم صل على محمد صلاة تهلك بها عدوانا، اللهم صل على محمد صلاة تدمر بها عدوانا، اللهم صل على محمد صلاة تحرق بها عدوانا، اللهم صل على محمد صلاة تعذب بها عدوانا، اللهم صل على محمد صلاة تخزي بها عدوانا، اللهم صل على محمد صلاة تدمر بها عدوانا، اللهم صل
على محمد صلاة ترفع بها الضر والداء والسقم والمرض عن أجسادنا وعن أبداننا. لا إله إلا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا ابقداء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألم. اللهم رب الناس أذهب الباس أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. شفاء لا يغادر سقما ولا ابقداء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألم. ربي ما كان مصابين فمنك وحدك مهما كان خطأنا وسهونا أزلنا نسيان في الطريقة القراءة ونطق الكلام من نفسي من الشيطان الله ورسول منه وبراء. الله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه ما دامت السماوات والأرضين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم.